عودة لكم مشاهدينا ولا متابعة برنامج الحدث وضيفي أستاذ أنطوان نصر الله. بجد الترحيب فيك أستاذ أنطوان في هذه الحلقة. بعد قليل من المقرر أن تعقد جلسة لمجلس النواب، جلسة تشريعية كان قد دعا إليها الرئيس بري قبل أكثر من 3 أشهر وتأجلت أكثر من مرة، تأجلت 3 مرات، آخر تأجيل كان يوم 29 من الشهر الماضي قبل التمديد لقائد الجيش. هذه الجلسة اليوم بحسب المعلومات قد تؤجل لعدم اكتمال النصاب، برأي حضرتك رح تنعقد الجلسة؟ لا بتصور يعني ما رح يكتمل النصاب. هلا بغض النظر إذا اكتمل النصاب أو لم يكتمل النصاب، بدنا نوقف عند المشكل الموجود اليوم في البلد، وهذا مشكل كتير كبير، مش بس ينعكس على السلطة التشريعية، سلطة وأنا يعكس خصوصا على السلطة التنفيذية وبالتالي على كل مؤسسات البلد. وما بقى نضحك على بعض، يعني نحن اليوم المشكل بالبلد منه مشكل عقد جلسة أو عدم انعقاد جلسة، تشكيل حكومي أو عدم تشكيل حكومي، في مشكلة أكبر، في مشكلة جذرية بالبلد بتمثل بثلاث أمور. الأمر الأول هلا يمكن نفصلهم بعد شوي أكيد. هو اتفاق الطائف وتطبيقاته، هل بيلاقي مخارج عند الأزمات؟ الشغل الثاني ارتباط لبنان بالخارج بالإقليم المحيط حواليه، وقديش نحن فينا نقدر نطلع من هذا الارتباط. ثالث شغلة ننأى بنفسنا، ثالث شغلة تبعية بعض الأطراف السياسيين في لبنان لهذا الخارج. هذه ثلاث أمور اليوم تضعنا أمام المحك. كنا رايحين نحن نحو إذا بدك فراغات، يعني شو بدك هلأ أنه على المشكلة السنتجية بالانتخابات رئاسة الجمهورية بالألفين رح أوصلها، بس اليوم لأحكي بشكل سريع على الجلسة، لأن أيضا بدي أخذ موقفك عن مجلس التعاون الخليجي. منذ قليل أو بالأحرى منذ أقل من 5 دقائق صدر موقف عن مجلس التعاون الخليجي ندب بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ووصف الخطاب الأخير بالتحريضي واللا مسؤول والمتناقض. بعدنا ما كان رح أحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ولكن بالنسبة إلى مجلس النواب، المشكلة الأساس كانت في عدم انعقاد الجلسة هي موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان أهوشي. لا مشكل، لا بالعكس المشكلة مش هون، مش نحن ما كنا عم نحضر لأنه إحنا كنا ضد التمديد، كان اعتراضكم بس هيك. البقوة كلهم كانوا مع التمديد، مع التمديد بس هني كانوا مختلفين على الجدول الأعمال، عم يقولوا أنه بحكومة تصريف الأعمال فيها تعمل اجتماع لشيء طارئ واستثنائي، علما أنه في سوابق بهذا الموضوع على أنه كان يصير في اجتماعات مجلس النواب لأمور منا طارئة ومنا استثنائية تنطر كان تأليف حكومة ونال الثقة، ولهيك كان تيار المستقبل والرئيس ميقاتي وحلفاء تيار المستقبل عم يقاطعوا مجلس النواب، وهذا الصراع ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية يلي بيدل على صراع ما بين، هم نحكيها مثل ما هي، الطائفة السنية والطائفة الشيعية. حتى الحرب السنية الشيعية فادت، لا أكيد بالسياسة، ما بالسياسة ما يعني ما إذا بدنا نضل نتخبى بس اليوم هي هيك، ما رح إذا بدنا نضل نتخبى ما رح نلاقي حل. والدليل على لا لا لا، اليوم بوضوح اليوم هذا الصراع عدم انعقاد جلسة لمجلس النواب هي ناتجة عن صراع سنة صلاحية، صلاحية مش صلاحية من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وبالتالي هذه الصلاحية. والدليل على ذلك أنه رئيس ميقاتي كان موافق على عقد هذه الجلسة، بس حس أنه هذا على كل حال تأجلت الجلسة لعدم توافر نصاب. الآن أعلن رسميا في مجلس النواب تأجيل جلسة مجلس النواب لعدم توافر النصاب. بعد قليل سيكون معنا جد غصن من مجلس النواب بعد ما يحاول يجمع شوية معلومات حول هذا الموضوع. بعدنا ما كان، فإذا بعده هذا تشابك الصلاحيات، عدم إيجاد الحلول، هذا النقطة الأولى كنا عم نجرب نحكي عنها اللي هي اتفاق الطائف. اتفاق الطائف انوضع وتطبيقات اتفاق رح فصلهم لهدول، يلا بس بموضوع الجلسة خي، موضوع الجلسة اليوم إذا حضرتوا أنتوا كنتوا قدرتوا أمنتوا نصاب؟ لا ما زال مشكلتكم مع التمديد؟ لا. ليه لا؟ لا ليه مش أكترية أنتوا؟ مع وليد جملاط إذا حضر بده يحضر، مش رح يحضر نائب وليد جملاط؟ ما بعرف، ما بعرف عن جد ما بعرف. طب ليه ما نزلتوا؟ ما زي النقطة اللي أنتوا كنتوا معترضين عليها من دون هذا التعميم للمشاكل في لبنان. إذا بدنا تعميم المشكلة أو توسيع إطار المشكلة للنقاط الثلاث اللي هن اتفاق الطائف وتطبيقه وارتباط لبنان للخارج وتبعية بعض الأفراد للخارج، اللي هن تقولون أنتم أنه هن أساس المشكل في لبنان، يعني مشكل تأسيسي في هذه الدولة. بعيدا عن هذا التعميم بالنقاط بالتفاصيل، اليوم مشكلتكم بالنزلة على مجلس النواب كانت التمديد لقائد الجيش، هذا الشرط راح، قطعنا تمديد قائد الجيش بطريقه
هلا انا عم اقول لك ما بعدت كان احنا حتى لو قدرنا نزلنا ما كنت امن النصاب لانه كمان بس انه على قليله كنت نزلته. هلا ما بعرف اذا حدا نزل هلا بنشوف بجاد بدنا نشوف جاد بقول لنا اذا كانوا تحت اذا نزلوا النواب نقي اما لا. وانما انا عم اقول لك شو المشكله ابعد من انعقاد جلسه او عدم انعقاد جلسه. المشكله اليوم في نحن اي لبنان بدنا ناخده لوين بدنا ناخده وكيف بدنا ناخده ولشو بدنا ناخده. كل البلد راكب على هيدي الامور وكل ميرة المسافات عم تبعد ما بين اللبنانيين. انتبه يمكن هلا بعد شوي نفصلوا اكثر بس هيك ما حدث في الضاحيه الانفجار يلي حدث في الضاحيه وردود الفعل عليه وبعض التعليقات عليه بدل قديش نحن في عنا ازمه وطنيه بهذا الموضوع. كنا اليوم عم نحكي على الاجتماع مجلس النواب، مجلس النواب بالنهايه هو السلطه التشريعيه اللي بتقدر تاخذ البلد وبتقدر تعدل القوانين في البلد وبتقدر تعدل الدستور في البلد كرمالتها تتخطى الازمات السياسيه الموجوده في البلد، كمان معطل دوره، المجلس الدستوري تم تعطيه دوره، الحكومه اليوم نحن ما عنا، وانما كل هذه السلطات تصبح ورقية كرتونية إذا ما كان في عنا توافق سياسي عام حول إذا بدنا هذا البلد أم لا. هذا التوافق السياسي العام ماذا يستدعي؟ يستدعي قناعة. أول شيء قناعة بعدين طاولة حوار. طاولة حوار أول شيء قناعة طائف جديد أم ماذا اليوم؟ أول شيء قناعة. هل بدنا لبنان مثل ما هو مثل ما بنعرفه؟ شو يعني لبنان مثل ما بنعرفه؟ يعني لبنان ديمقراطي سيد حر مستقل بضم جميع طوائفه ومذاهبه وفئاته وأحزابه ومنظماته. هل بدنا هذا لبنان؟ لبنان يعني يتفاعل مع محيطه العربي إيجابا مش سلبا. هل إذا بدنا هذا لبنان بصير هين كل الأمور؟ إذا ما بدنا هذا لبنان، إذا بدنا كل طائفة أو كل مجموعة جرب تسيطر على الحكم تتقصي غيرها من المجموعات، نحن بدنا نضل هذا المشكل مشكل مش من هلا، من عهد المتصرفيه لليوم عم نعيشه كل 10 سنين او كل 15 سنه او كل اليوم الى حين التوصل الى هكذا توافق اي لبنان نريد كيف يمكن ان يستمر هذا البلد؟ رح يضل البلد هيك واقف؟ رح يضل هيك مشلول؟ مش مشلول، يعني اصلا مش بحاجه لمنظمات، مش بحاجه كثير لمؤسسات تيمشي البلد. يعني سنه 2008 صار في عندنا فراغ رئاسي، وكان في عندنا فراغ تقريبا حكومي، وكان في شله مجلس نواب وضل ماشي البلد. هذا البلد ماشي على الله، يعني الله هو اللي بمشي هذا البلد وبعدين رح يضل ماشي الى حين التوصل الى حل هذا الموضوع. نحن قدام شو؟ نحن عم اقول لك شو، نحن بنوقف نجمد بالبلد ما بنعمل شيء. نحن حكومه مش قادرين نألف مجلس نواب معطل. سؤال، ليش مش قادرين نألف حكومه؟ ليش مش المجلس النواب معطل؟ لانه في ازمه بالنظام. طيب بس الى حين الوصول الى حل هذه الازمه بيجمد البلد. انا بقول لك شو بصير، بنط في حل ثالث. شو؟ توافق اقليمي على اداره الشان اللبناني، يعني دوحه. بس ما حدا فضيلك، ما ليش انت مكشوف اليوم؟ ما كل عمركم تقولوا انه نقطه من النقاط. انا ضد، انا ماني معها، هي تبعيه بعض الافراد للخارج. انا ماني معها. ايه؟ انا يا كيف عم نطلب معها. كيف عم نطلب بمظله اقليميه إذا أنت ضده؟ إذا عم تقول لي كيف بيمشي البلد؟ إيه؟ بغض النظر رأيي أم لا، أنا ماني معه. أنا مع إنه تعال نقعد نتوافق نحن مع بعض، تعال نروح نحن على تعديل بعض الأمور بالطائف كرمال يصبح الطائف فعال وبيقدر يوجد المخارج وقت الأزمات. تعالوا نحن نتفق مثل ما قلنا في خطوط حمر ممنوع حدا يتجاوزها. كل هذه الامور اذا اتفقنا عليها بتبطل بحاجه لمظله، وانما اذا ما قدرنا وصلنا لهونيك هذا البلد رح يضل هيك. ما بقى نضحك على اللبنانيين تنقدر تجي مظله اقليميه تقول لا خلص حلوا مشاكلكم تنعل مشاكلكم. اصلا بس وضع الطائف وضع تيضل في روح قدس بدير هذا البلد. كان قبل التوافق السوري السعودي بعدين السعودي الامريكاني. مش بتعرفوا سوري تطلعوا من مشكلتكم مع الطائف؟ لا يا اخي انا طالع، خليه يطلع البلد. شو بدك انا طالع؟ خليه يطلع البلد، خلينا نقدر نعمل استحقاقات النيابيه والدستوريه بمواعيدها. اذا الطائف بيقدر يأمننا ما عندنا مشكله، بس اذا بنضل مش الطائف طائف ما بيأمن هذه الاستحقاقات في مواعيد. شو معناته انه رئيس حكومي مكلف يقعد الى ابد الابدين اذا ما قدر يكلف؟ ما في مواعيد يعني اذا انت بتشتري شقه 50 مطلوب تحديد سقف زمني. مثل هذا عم بحكي مثل. لا خلينا نفصله. لانه هيدي ازمه اليوم بالبلد، عدم تشكيل الحكومه، المطلوب تحديد سقف زمني لهذا التشكيل. اكيد اذا واحد بيروح يعمل عقد تيستاجر سياره بيكون فيها مده. مش معقول يعني هيدي شيء دستوري اساسي اليوم بدون مدد.
مش معقول انه حدا يقول انه هذا تعدي على سلطه رئيس الحكومه او تعدي على طائفه المهي. مش مزبوط هذا الامور. اذا ما قدر شكل حكومه خلال شهرين، اذا بدي فوت بالتفصيل الاداء المطلوب يلا اليوم، المطلوب اليوم تعديل الطائف ام تغييره؟ تعديل الطائف، تعديله ايه اكيد تعديل الطائف. في بنود بالطائف جيده دلت التجربه على انها جيده، وفي بنود سيئه بمعنى اخر لا تجد الحلول. ليش نحن، ليش الانسان والمجتمع بتلجا للدستور والقوانين؟ بس تختلف مع بعض يكون في هو الحكم. طب هذا الحكم منه موجود، هذا الحكم بعقد الامور وببلاقي لك مخارج. هذا الوعاء يلي اسمه الدوله، يلي لازم تكون الانظمه الدستوريه هي بتقودها. هذه الانظمه يعني اليوم مش على المجهول، يعني اليوم مش مطلوب مؤتمر تاسيسي جديد لهذا البلد؟ لا ابدا. اذا كنا متفقين على هذا لبنان بدنا اياه، لشو بدنا مؤتمر تاسيسي؟ بعدين بغض النظر عن التسميه، تعال نبعد عن التسميه، هي ما فيك تبعد عن التسميات. ما اليوم بينما تحكي بمؤتمر تاسيسي بينما تحكي بتعديل الطائف في فرق. تقلك شغلي نحن اليوم كنا متفقين على عده امور، منا العيش المشترك، منا انه ما يسمى بالمناصفة، منا على أنه كل تمثل كل العالم بمجلس نواب وما إلى ذلك. إذا نحن جينا نحن توفقنا، إذا فعليا متفقين على هالأمور كيف بدنا نطبقها؟ بنطبقها ب خلينا نسميها مراسيم تطبيقية هي. أوكي، هيدي بتروح بالدستور، بتكون بالدستور. بالدستور في أشياء، في عوائق بالدستور. هلا بالإضافة على أنه مع الأسف بسبب الإشكالية الخارجية اللي بتأثر على الداخل وبسبب الداخل اللي مرتبط بالخارج، صار الدستور ما مسحة، صار كل واحد يفسره مثل ما هو. ما كمان هلأ اليوم مثلا تنرجع انعقاد اجتماع مجلس النواب، كل طرف بفسر الدستور مثل ما هو. مين الحد الفاصل كان لازم يكون بيناتهم بحسب الطائف الأساسي المجلس الدستوري؟ اجوا على لبنان بالتعديلات قالوا لا، بضل مجلس النواب هو من يفسر الخلافات. هيدا مجلس النواب مش عم يقدر يجتمع تفسر الخلاف على الطائف على الدستور. هيدا الاساس. بدك سلطه وبدك ناس يقتنعوا بالسلطه، بدك قضاة يقتنعوا انه فينه غيره، انه فيه غيره السياسيين وفي يوقفوا بوجههم مش موظفين. بدك قضاة يعني مثل ايطاليا، بدك قضاة مثل بعض قضاة مصر، هيك بدك قضاة، هيك بدك سياسيين، هيك بدك نواب. لهيك عم بقول انه في ثلاث مشاكل مش مشكله واحد مشاكل. فقط اتفاق الطائف وارتباط لبنان بالخارج وتبعيه بعض الافراد للخارج، للخارج او لطوائفهم. انه شو يعني اذا القاضي اليوم مفروض يكون اقوى مني ومنك واقوى من رئيس الجمهوريه اذا قدر اخذ موقف؟ في قضاة عم يغيروا سياسات عالم لانه هن مستقلين، ما فيهم بقى يضلوا موظفين عاديين. انتم رجعتوا لطوائفكم؟ مين نحن كتيار وطني حر؟ شو بدك، انا عم بحكي على القاضي، انا سياسي، انا بشتغل سياسي. بس اليوم لما عم تحكي عن لما هيدا القاضي يجي يحسبني اليوم، مش بس كقضاة، اليوم لما عم تحكي انه هيدا البلد تبعيه بعض الافراد للخارج او لطوائفهم، مزبوط. انتم ما رجعتوا لطائفتكم؟ نرجع لطائفتنا بس نحن ما بنقبل هيدي الطائفه تدعوس او مثل غير الطوائف. يعني بتتذكروها وقت اللي بتخافوا انها تدعوس، وقت اللي بتكون مرتاحه، وين مرتاحة؟ بتصيروا علمانيين. اعطيني وين؟ لا بتصيروا علمانيين. بتصير علماني. تعال لك يوم اللي رجع الجنرال، ما رجع رافع رايت العلماني، كيف بيسمح علماني؟ كيف البلد بيسمح علماني؟ هل بيسمح بالقهر علماني؟ سؤال. هل انه بتقشيط حقوق بعض الطوائف بصير تحت حجه العلماني بصير علماني؟ هل انه اذا بعض المراكز كانت لبعض الطوائف بتتقشط لغير الطوائف ما بتعود لها؟ حتى لو في ناس بيستحقوا يكونوا فيها، هاي بتروح للعلماني؟ بس للتذكير اذا بدنا نكون ادق بهذا الموضوع، يوم اللي رجع الجنرال كانت هذه المراكز مش لإله، مش لهيدي الطائفه، كانت ماخوذه من هي الطائفه. مش ضروري. لا مش ما معروف على شو عم تلمحوا يا لا 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 ابدا لا لا معروف ابدا لا ابدا من زمان وجر معروف مفهوم شو هو التلميح. لا لا ابدا واضح، وانه تعميم أبداً. القصه كثير دقيق من دون ذكر اسماء. لا 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 اليوم لا المراكز مش مزبوط، مش اليوم مزبوط. المراكز المأخوذه قديمه. اليوم سؤال. القهر اللي بالطائفه من 92 والطائفه المسيحيه بتقول انها مقهوره ومظلومه، رجع الجنرال بعدين اكتشف انها مقهوره، بعدين اكتشف انه ما في تعيينات، بعدين اكتشف انه مسروق ومسلوب الاصوات. لا كنا مكتشفين هذا الموضوع، بس نحن كنا مقررين نفتح صفحه جديده. الصفحه الجديده فتحتوها بطائفيه، فتحتوها بمذهبي. لا ابدا ابدا وحياتك، لا مش مذهبيه. اولا اثنين تعال اخبرك شغلي، انه نحن اليوم بهذا البلد جينا، خلينا نحكي على كلمتين 2005 ان نطوي الصفحه، كل ما تعامل مع السوري رح ننسى هذا الموضوع تاعه، وكل من ضرب صيغه الميثاق المشترك باي شكل من الاشكال تاعه نطوي هذا الموضوع، تعال نفتح نحن ايدنا لكل العالم. بهيدي الفكره جينا وبهيدي عم نشتغل عليها وبهيدي التقرير بحس ب... ب... ب...
بهاب حتى انا مع حزب الله بال 2006 وبهاب بعدنا اليوم من نادي التيار المستقبل تعالوا نقعد نحكي نحن وياك. بس ما بكفي انا مدلك ايدي اذا انت بدك مد ايدك لالي، ما بكفي ما بكفي انا اذا انت اذا ما عندي شريك ترقص معي تانجو ما بصلح لوحدة يرقص بالتانجو. انا بدي شريك وان يكون هذا الشريك لبناني فعلا، اي ان ياخذ قراراته في لبنان لا بالسعوديه ولا بغير السعوديه. وين غير السعوديه؟ غير ايران سوريا وين ما كان الولايات المتحده الامريكيه. هلا بالنسبه لتكريم السفيره الامريكيه يعني ما ضل في بيت بلبنان غير مستقبلها كمان، ما في شيء معيب، في شيء معيب لو بيعملوا هيك مع كل السفراء. واحد بيقول مع السفير الايراني ما هيك بينعمل كمان؟ غلط غلط يا اخي، انا عم اقول لك غلط، انا عم اقول لك غلط، بس في شيء معيب. السفير علي عبد الكريم علي ما بيقطع كمان غلط كمان غلط. لا انتبه، زياره بسيدي طريقه العشوات الوداعيه للسفير بغض النظر عشوات وداعيه، مين من منبر يحكي عن السفير كمان؟ غلط. ما لما بتحكوا عن اشياء بروتوكوليه بتحكوا عن اشياء بروتوكوليه. انا مش بروتوكول حتى بالبروتوكول الدبلوماسي. ليك مهم شو انت شو بتقول له؟ انت شو بتقول للسفير؟ طلعت ويكيليكس معلش شو قدروا ياخذوا من العماد عون؟ مشتكى حدا لبناني جوا؟ بغض النظر لا 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 ما تحور الحديث. لا انا حور لك انا كنت بنقطه محدده. انت عم تحكوا عن السفيره الامريكيه انه ما ضل حدا ما عمل انا ما عم لومه، انا ما عم لومه، مش عم تلوم، عم تلوم اللبنانيه اللي بالداخل. مزبوط أكيد. طيب ورح ضل لومه لانه على القليله السفيره الامريكيه، السفيره الامريكيه ماكسيموم بتطلع بيان. خبرك شغله، منبركم عم يطلع عليه سفره وينسوا العالم، بينسوا على طول اللبنانيين حكم القناصل. نحن نعيش بأزمتين، أزمة البيوت السياسية وأزمة حكم القناصل بالداخل. إذا بدك تروح على الداخل بالخارج حكيناهم أكثر من مرة، هو ثلاث نقاط اللي عرضناهم أعتقد أساسيات. أنت اليوم بهذه النقطة وين بدك تروح بعدين؟ تعال لي وين بدك تروح، حكيني وين بدك تروح. مش مقبول اللي عم يصير اليوم بلبنان، في شيء أعمق من يلي عم ينطرح بالسياسة، في شيء منه بسيط هالقد تعاطي بالأمور السياسية مثل ما بتعاطى مع بعض رجال السياسي وبعض رجال الإعلام، أعمق بكتير ما يحدث اليوم في لبنان وفي المنطقة. إيه؟ إذا رايحين نحن على منطقة جديدة كيف نحن نتعاون، كيف نحن عم نتعاون مع بعض تنقدر نكشف هذه الأمور وتنقدر نحن نحصن لبنان؟ طيب بدك نحكي، بنحكي بموضوع السوريين لما جينا ونحن أخي حذرنا من الأساس. يعني هذا الملف كنت بدي أفتحه أنا عال موضوع النازحين وهذا الطرح الجديد اللي قدمه التيار الوطني. نحن من قبل هذا الطرح جينا أن يا جماعة لبنان لا يحمل لا اقتصاديا ولا أمنيا ولا اجتماعيا ولا ديموغرافيا ولا من أي ناحية من نواحي يحمل لبنان أن يتحمل هذا الكم من النزوح السوري. تهمونا أنه يوم متفيق شو هلا رجعوا يتهمونا انه احنا ناس عنصريين عنصريين. طيب خيي في واقع، في مشكل، ايه اما لا كيف عم تنحل هالمشكل؟ اوكي نحن قدمنا طرح، فيك تيجي انت على ماذا يقوم هذا الطرح؟ انه اول شيء ما بقى لبنان في يحمل اوكي دخول سوريين الى لبنان. مطلوب اغلاق الحدود اكيد أوكي. او يا اخي شرعا الحقوق الحدود بمعنى اخر يلي عم يقوم فيه اليوم الامن العام من اجراءات كان مفروض تكون هذه من حوالي 6 7 اشهر. طيب 8 اشهر مش نحن بس لوحدنا، ليك الاتراك شو عم يعملوا، الاردنيين شو عم يعملوا. طيب بس خليني اكمل بالطرح شوي شوي. قبل كل شيء تنظيم الحدود، تنظيم دخول السوريين أوكي. الى لبنان، شو الفكره الثانيه اللي طرحتوها؟ الفكره انه كل السوريين اليوم يلي طب ليك بدي اسالك سؤال، انه شو هالسوري النازح معلش خلينا نحكي الامور مثل ما هي بقى عشان تخبى، يلي بيطلع بعيد وبيرجع. طب اذا نازح او مش نازح؟ بيطلع على في كتار طلعوا على العيد عيدوا ورجعوا، بدنا نفهم نازح او مش نازح. اذا موظف اذا عامل مفروض يكون في عنده اقامه معروف شو هي. اذا لا فاذا اذا طلع قدر عيد معناتها المنطقه امنه عنده، لازم يطلع على المنطقه تبعه ويعيش فيها، يرجع يعيش بكرامته. ثالث شيء، هل لبنان بموارده الضيقه وهيدي الدول الغربيه والدول العربيه عم بتساعد كرمال لبنان تقدر يوقف بوجه هيدي الموجه من النزوح؟ شو وننني وعدونا اكثر من مره، شو عم يعطوا اللبنانيين اليوم كرمال تنقدر نواجه هيدي الازمه؟ شو عم يعطوا الاردن مش بس لبنان، شو عم يعطوا الاتراك؟ طب هيدي الامور، طب ليش ما بنحكي كل ما بتحكي؟ لا ما اوعى تحكي انت اليوم عنصري. خي تعال تقلك خليني تعال تعرف مين العنصري يلي استغل السوريين تحكم لبنان ايه واستغل دم جيش سوري تيقهرنا لأنه
هذا عنصر اليوم. هناك في الفريق الذي يتهمكم بأنكم عنصريين في مين عم بيقول أنه اليوم هذا الطرح اللي قدمه التيار الوطني الحر لنفصله عنصري؟ ليه؟ وهذا الطرح بدي فصل لك استناده إلى العنصرية وإلى التسييس في يلا. هذا الطرح بتقولوا حضرتكم بدكم تسكروا الحدود. نعم مظبوط. طب هذه الحدود لما بيكون في أطفال ونساء عم يجوا كيف بدك تسكر عليهم؟ طب ليه كيف أردن سكرتها وتركيا سكرتها؟ هودو حلفاء ونسألون كيف الإمارات كل سوري بده يفوت على الإمارات يا أخي عملونا مثل هاو. لحظة ما فيك يعملوك مثل هاو. ليش؟ أنت عندك أنت على حدودهم. ليش أنت مش حدود الأردن؟ مش حدود تركيا؟ تعمل مثلهم؟ سؤال سؤال سؤال. هودي عنصريين. الأردن وتركيا عملوا مخيمات، ليه رفضتوا إجراء إنه نعمل مخيمات من الأساس؟ أنتوا أول ناس عرضتوا هذا الشيء وأنتوا اللي نسفتوه بمجلس الوزراء. هددتوا بالاستقالة يوم. لسببين. تفضل. السبب الأول لأنه المخيمات معناتها في عم تعمل شيء لناس ممكن ما يرجعوا بلدهم وهذا شيء بخوف. وليه الأردني والتركي ما خاف؟ الأردني بكرة لك الأردني ما في عنده مشكل مثل لبنان. الأردني بكرة بيجي أمر بيزحفهم بيشيلهم ما حدا بيفتح دمه. ونفس الشيء التركي. ليه مطلوب نحن نعمل مثلهم وما نقول نعملوا مثلنا مثلا؟ طول بالك نعمل مثلهم أشياء وأشياء. لا لا لأنه أنت بلبنان يوم إذا عملت مخيم تقدر تشيل المخيم وأنت بتعرف إنه ما فيك تشيل تنك بلبنان مش مخيم. تنك بلبنان مخيمات بحولوها مذهبية بحولوها حدود بدنا نسكر. خلينا نكمل. نحن جينا قلنا من الأساس إنه أخي هاي الدول اللي عم تمول إرهاب الصراع في سوريا مش هيك؟ والإرهاب في سوريا خلينا تدفع ربعهم للناس المهجرين والمهاجرين والنازحين. ما حدا دفع ليرة، ما حدا عم يعطي ليرة، بيعطوه 35 دولار إلا العائلة اليوم بون. هيدا مش عنصرية؟ بون بالشهر هاي مش وش تحت اي نطاق حدا بحطوها يلي عم يتهمونا بالعنصريه عم يدفعوا 35 دولار بالقليله فرضا حق بون بالشهر. انتوا كل شيء عملتوه انه قلتوا بدكم تسلموا العالم. مش عم بحكي عن مين نسلم العالم، مش عم بحكي مين نسلم العالم بالتنسيق مع الوزارات تسليمهم للجانب السوري. ايه اكيد بعمل لك عم يطلعوا يعيدوا ويرجعوا لك يا مالك. كلهم عم يطلعوا يعيدوا. قديش طلع العيد؟ عمل لي حساب قديش طلع العيد. ناسيين انه في شيء اسمه معارضه وفي شيء اسمه سلطه. خلينا نحكي كمان. ناسيين انه في مشكل اضافي لما يحكى اليوم عن تنظيم قاعده وعن وعن حرب كله كمان في معارضه مطلوب راسا من قبل النظام. نحن ما بنقبل هالمؤلك المعارضه ما عندها مناطقها. عم بقول مسيطرين على 60% من سوريا. هين كثير يروحوا على هذه المناطق. انا هلا عم جرب اقول لك ايه. انا بتعرف شو حلمي؟ لا ما انتوا عم تعرفوا جرب هلا بشكل اداء اليوم المعارض اللي من حلب اللي مش قادر يطلع على حلب اللي قاعد بلبنان شو بيعمل مثلا؟ في مناطق بحلب بريف حلب ما قادر يوصل له. ليش كيف مش قادر اللي قاعد هون ومطلوب راسه هون؟ اسمع كيف مش قادر يوصل؟ بتسلموه انتوا كيف مش قادر يوصل؟ كيف بده يوصل له؟ بيطلع على المطار بيروح على تركيا وبفوت من تركيا هيك بكل سهوله. هاي معروفه. ولو كيف عم يروحوا مقاتلين واللي ما معه مصاري كيف عم يروحوا مقاتلين؟ ما انتوا عم تجمعوا انتوا مش عم بتفرقوا. ليش عم تدخلني بالتفاصيل؟ لا يا استاذ انتوا مش عم بتفرقوا. انتوا مش عم بتفرقوا بين مقاتلين ليك. وبين ارهاب وبين قاعده مالك. وبين نازحين وناس فقراء ما معها تاكل. لا كمان اول شيء ما معها تاكل عيب يضلوا بهالطريقه بلبنان. لا كرمالهم مش كرمالنا، كرمالهم نحن معهم بهذا الموضوع. انتوا معهم بشو؟ بدي اسالك سؤال. انتوا عم تطلبوا تسكرون بدي اسالك سؤال. انتوا عم تطلبوا تسلمون انت عبر الوزارات. انت بتعرف انه في 70,000 كان عراقي مسيحي بلبنان ما في وزاره فتحت تمها كرمالهم؟ فيك تقول لي وين كانوا هؤلاء النواب والوزراء يلي عم تهمونا بالعنصريه؟ بس ما حدا طلب ومتون. بس ما حدا طلب ترجيع مين على بلادهم. مين قال لك؟ ما حدا طلب ترجيع مين قال لك شو قدموا لهم مساعدات؟ بغض النظر حتى بس لو مساعدات معلش ليه ما انتوا على الدول الاوروبيه يوم مين قال لك ما امنا؟ مين قال لك ما امنا؟ وين كنتوا يوم اللي اجوا العراقيه على لبنان وتشرد ولليوم بعدهم ما كناش نحن بس كان عندكم صوت من وقتها كنتوا تحكوا على السياسه الداخليه وبعدنا اليوم عم نحكي بس يوم ما كنتوا تتحدثوا بعلمانيه ما كنتوا تحكوا لا ابدا ابدا. بس بدي اسالك سؤال بين هودي المسيحيين بتعرف شو كيف عم يتعاملوا مع الشيء السوريين النازحين السوريين؟ في تفرقه ما بين النازح المسيحي والنازح غير المسيحي. روح اسال وانا بتحديهم. انا بتحديهم مين اللي عم بفرق؟ روح اسال يلي عم يتهمونا بالعنصريه. لا ما بدك تحكي بهذا الموضوع بدك تسمي اشياء باسمها. انتوا عندكم قسم التحقيقات بنيو تي في. روح يا عم تحقيق. ما في بدي 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 اسس استند عليها. انا بعطيه هيدا اتهام. انا مستعد اعطي هلا تفضل على الهواء. ما بدي اعطي على الهواء. انا قولوا وين عم بفرق بين السوري المسيحي والسوري المسيحي؟ انا رح اعطيكم شيء حصري بقول لكم وين وكيف قدام المشاهدين. وعد وعد
اكيد اوكي 100%. كريستين حبيب صارت ناطرتنا لنعمل الجوله اليوميه على ابرز ما ورد في الصحف المحليه الصادره في العاصمه بيروت وكذلك الصحف العربيه والدوليه الموزعه ايضا في لبنان. اليك كريستين الهواء، تفضلي. بنروق الاجواء شوي بجولتنا اليوميه مشاهدينا. رح نبدا الجوله اليوم مع صحيفه اللواء يلي عنونت بالخط العريض لبنان مكشوف امنيا. نقلت مصادر دبلوماسيه عن مساعد الامين العام للامم المتحده السفير جيفري فيلتمان قوله إن الأمن اللبناني بات مكشوفا، محذرا جليسه اللبناني من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة على لبنان. وذكرت المعلومات أن أحد الموقوفين في مجموعة الناعمة اعترف بمعلومات في غاية الأهمية أدت إلى التعرف إلى مزيد من أفراد شبكة أحمد السعيد أبو يوسف، إضافة إلى المكان الذي كان يفترض أن تنفجر فيه سيارة الأودي، فضلا عن صلة المجموعة بالمجموعات الأخرى ومنها على سبيل المثال مجموعة درية، إضافة إلى المطلوب الأخطر أحمد طه المتهم بإطلاق الصواريخ على الضاحية والذي تمكن حزب الله من توقيفه في منطقة دورس البقاعية حيث كان ينوي الهرب مع زوجته وأولاده رغم نفي الحزب لذلك. طبعا هذه المعلومة للواء التي تتناقض مع المعلومة التي نشرتها صحيفة الجمهورية والتي تقول إن أحمد طه قد خطف. ننتقل الآن إلى صحيفة السفير. جنبلاط لبندر، تفهموني، لا حكومة بلا حزب الله. الرسالة الجنبلاطية التي نقلها الوزير أبو فعور وتيمور جنبلاط إلى الأمير بندر تدعو السعوديين إلى تفهم ظروفه وبالتالي ضرورة عدم حشره والضغط عليه أكثر من طاقته، وإلا فإنه سيكون مضطرا إلى اتخاذ خيارات تراعي موازين القوى اللبنانية، مشددا على أهمية قيام حكومة وحدة وطنية جامعة لا تستثني أحدا بما في ذلك حزب الله. وطالما أن لعبة الأكثرية والأقلية صارت بيد وليد جنبلاط كما قصة الوزارة الطائرة وتلك التي لن تأتي، وطالما أن جنبلاط لا يريد أن يفرط بعلاقته لا مع حزب الله ولا مع السعودية، فإن ثمة جولة جديدة موعودة بين بندر والمفدين الجنبلاطيين للاستماع إلى الأجوبة السعودية. يفترض أن يسبقها لقاء بين الاشتراكي وحزب الله سيعقد في منزل أحد أعضاء جبهة النضال الوطني. من السفير ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار ومقال الزميل ناصر شرارة تحت عنوان التأليف في انتظار معركة حلب. ثمة معلومات تحدد نهايات هذا الشهر أو خلال النصف الأول من الشهر المقبل موعدا وضعه التنسيق السعودي التركي لبدء هجوم المعارضة الشامل والجبهوي على حلب وكل شمال سوريا. وهناك توقع مع بدء الهجوم أن يضغط بندر لإعلان حكومة الأمر الواقع في لبنان، والهدف من ذلك إرباكه سياسيا وربما أمنيا. ما يهم الرياض من كل ذلك يقول شرارة هو أنه سيسبب تشتيت تركيز حزب الله على ما يحدث من تطور استراتيجي في حلب وكل ريفها. وبانتظار بدء معركة حلب ثمة توقع شبه مؤكد بأن تكثر التفجيرات في لبنان على قياس ما حصل في بئر العبد والرويس وهجمات العبوات والصواريخ، ولذلك الصلة بالتحضيرات اللوجستية الواسعة الجارية لتهيئة ميدان معركة حلب أو معركة شمال سوريا بحيث يتم ضمان تحييد حزب الله منها أو إضعاف دوره فيها. إلى الوطن السورية ومزيد من المعلومات عن معركة حلب المرتقبة والتي يبدو أنها باتت قريبة جدا. فبحسب صحيفة الوطن السورية يضع الجيش السوري لمساته الأخيرة على خطة لشن عملية عسكرية واسعة في حلب تعيد النصاب لمصلحته بعد أن استقدم تعزيزات نوعية وقوات من النخبة دفعت بالمسلحين لاتخاذ مواقع دفاعية. وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة بسط سيطرة الجيش بشكل تام على الأحياء الساخنة المتاخمة لتلك الآمنة لا سيما المفتوحة على الريف الشمالي مثل بني زيد والأشرفية والشيخ مقصود قبل أن تمتد العملية العسكرية إلى مناطق الريف. هذه العملية تشمل أيضا تأمين محيط حيي الحمدانية وحلب الجديدة غرب المدينة بتطهير جميع مناطق حي الراشدين، إضافة إلى طرد الجماعات المسلحة من منطقة خان العسل جنوب غرب حلب.
وإلى الشرق الأوسط. ومن صحيفة الشرق الأوسط طبعا معلومات مرتبطة بالمعركة في سوريا، مقاطعات بلجيكية تحجب تعويضات البطالة عن الشباب المسافرين إلى سوريا، بقلم عبد الله مصطفى من بروكسل. تضمنت السلطات المحلية في مقاطعات بلجيكية عدة مع قرار مقاطعة أنتويرب وقف كافة المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا. وقالت الحكومة البلجيكية إن هناك إمكانية أن تمتد هذه العقوبات لتشمل كافة المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان كافة من توجهوا إلى سوريا من المكتسبات الممنوحة عقابا لهم. ويأتي هذا القرار على خلفية العمل الجاري من أجل ثني الشباب الذين يرغبون بالتوجه إلى هناك ومعاقبة من يوجد فعلا على الأراضي السورية ويقاتل إلى جانب مجموعات معارضة مختلفة، حيث تطال العقوبات 29 شابا يقاتلون في سوريا حاليا. نذهب معا إلى صحيفة النهار ومعلومة من الأردن. الأردن يستعد لحرب كيميائية في المنطقة. صرح رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بأن هناك احتمالات حرب كيميائية من دون أن يوضح ما إذا كانت من قبل النظام السوري أو المعارضة. وأوضح النسور أن الطواقم الأمريكية تساعد الأردن في هذا الموضوع، محذرا من جريمة العصر في مخيم الزعتري في حال حصل أي هجوم كيميائي. وبالصور الآن ومن صحيفة البلد هذا الخبر عن آخر موضة ملابس للأطفال في الصين، ملابس من قشر البطيخ. وكما تشاهدون في هذه الصورة طفل يرتدي ملابس مصنوعة من فاكهة البطيخ. وتشير المعلومة إلى أن الصينيون ابتكروا ملابس من البطيخ المثلج لمساعدة أطفالهم في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة بعد موجة حر لم تشهدها البلاد من قبل. وانتشرت صور لأطفال يرتدون قطع البطيخ. هذه الطريقة تساهم في ترطيب جسم الأطفال، لكنها في المقابل قد تعرضهم للبكتيريا، لذلك يعمد الأهل إلى وضع أكياس النايلون تحت قشور البطيخ. نختم الجولة الآن مع صحيفة الديلي ميل البريطانية التي نشرت الصور الأولى للأمير الصغير، الأمير الصغير جورج طبعا ابن ويليام وكيت. هذه الصور التي نشرتها الديلي ميل مأخوذة من كيت وويليام اللذين نشرا هذه الصور ووزعاها. وقد التقط هذه الصور والد كيت ميدلتون بكاميرته الخاصة، وتظهر في الصورة كيت إلى جانب زوجها ويليام والطفل جورج والكلبين الخاصين بكيت وويليام. ومع الرويال بيبي نختم الجولة وأعود إلى مالك وتوني. نيال وشبال فاضي، نفرح منك. صورة صورة البيبي هي الأولوية الكبرى عندهم، وأبلة صينية عم يعملوا شرب الطيب. لكن الناس وين ونحن وين؟ شكرا لك كريستين حبيب على هذه الجولة، وعلى أمل اللقاء. ما بعرف إذا بكرة بنرجع بنتلاقى، مش مشكلة. على كل حال أول فرصة جديدة على الهواء. أسيستوني عن جديد، يعني شفت الناس وين ونحن وين. نفرح منك. مرسي مرسي. بالنسبة إلى الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، كنا عم نحكي عن تحديدا الطرح اللي قدمته حضرتكم بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان، متهمون بالعنصرية بداية لأنه كنتوا عم تطلبوا تتسكر الحدود، متهمون بالعنصرية لأنكم أردتم ترحيل من لا يعني الترحيل على أسس يقال أنه أسس سياسية اللي بدكم ترحلوا فيه، ترحل عبر الوزارات، الوزارات رح تتعامل مع وزارات هنيك اللي معروف أنه فريق، يعني الفريق الآخر يرى أنه لا، أنتوا عم تعملوا إبادة سياسية. طيب نحن قدمنا هذا الطرح، خليه يقدموا طرح مضاد بدون ما يدخلوا بالزواريب السياسية الضيقة والصغيرة والاتهامات اللي ما لها معنى من عنصرية وما إلى ذلك، ونوصل على نقدر نوصل بشكل سريع على تفاهم. أما فإذا أو بدهم يعترفوا إنه في مشكل بهذا الموضوع أو بدهم يعترفوا، كلهم بيعترف إنه في مشكل، مش هيك؟ إيه، بس هي طريقة الحل، مش وجود المشكل. نحن قدمت حل، مش هيك؟ قدم حل مضاد، نقعد نحكي نحن وياك، بس انه مش الاتهامات المتبادله. ممكن تقبلوا بحل المضاد؟ تنشوف شو هو. ما في تجربه معكم بقانون الانتخاب، قدمتوا قانون. ايه؟ قدموا قانون تاني. شو هو؟ شو هذا كان قانون؟
هيداك مش كان قانون. هي مشكلتكم يا استاذ توني. لا مش انت دايما كل شيء ضدكم مش ظابط. حتى انت يعني شو ما عملوا قانون مش ظابط. حتى انت لا قانون انتخاب لا لا ماشي. حتى انت انتم او لا احد. حتى انت ما كنتش مقتنع فيه. طب نحن فريق سياسي بحق لنا ندافع عن افكارنا. شو مش بالسهل نحن نستسلم. ليش بدنا نستسلم؟ مع الاسف عم يبين دائما او اغلبيه الاحيان او 99% معنا حق. مع الاسف برايكم لا لانه احنا مش شايفين انه لو رحنا على توافق اخر ابدا لو رحنا على توافق على قانون انتخاب وعملنا انتخابات بوقتها كانت هيك المشكله السياسيه الموجوده اليوم. ما هي مشكلتكم ما كان الخلاف على 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 اجراء الانتخابات، المشكله على قانون الانتخابات. كان احنا قدمنا طرح وطرح مقبول برايكم. لو مش برايكم برايي حوالي 60% من الشعب اللبناني. بس مع الاسف مع مين قال انتم بتمثلوا 60% مش نحن مش نحن نحن وحلفائنا. انتوا كنتوا ضامنين حلفائكم معكم اكيد 100%. هلا اخر شيء طلع القوات اللبنانيه محامي دفاع عن نبيه بري، ما بعرف رئيس نبيه بري، ما بعرف. بدك تسال القوات. انا بسالك انتوا ضامنين. بدك تسال القوات. انتوا ضامنين حلفائكم. بدك تسال القوات. مع اول معركه صرتوا عم بتلملموا هذا الحلف. لا بدك تسال القوات. عم بحكي يومتك كنا ضامنين اكيد. ايه يومين انا عم بقول لك كنا ضامنين، بس القوات يوم انت طلع محامي دفاع عن رئيس نبيه بري ايه؟ الما قاطعوا لانه عارفين مش رح يجي. عرفت كيف؟ على كل حال اليوم ايضا باطار لملمه صفوف هذا الحلف السياسي اللي مصر حضرتك انه كنت وقتها ضامنين حلفائكم بهذا الموضوع، كان امبارح في زياره لحزب الله للجنرال برابيه. استاذ غالب ابو زينب طلع زار الجنرال عون، ما بعرف اذا نقل رساله او شيء، فينا نعرف شويه تفاصيل عن هذه الزياره؟ هي دعوه للمشاركه بمهرجان بتعمله الاحزاب الوطنيه والاسلاميه. رساله؟ لا اكيد بتصور رساله مباشره. هي كانت مجرد دعوه بس؟ لا اكيد الرساله المباشره صارت ما بين عماد عون والسيد حسن نصر الله باجتماعهم. هلا في تبادل للاراء، في تبادل للافكار، كنا سوا نحن بنعرف انه في اختلاف وجهات نظر. تقول صحيفه المستقبل انه زياره سريعه بناء على الحديث اللي طلع بجريده الحياه. سبقتني يعني سبقتني دغري ايه انه بس لنوضح للمشاهدين للي مش قاري الموضوع. تقول صحيفه المستقبل ضمن فقره الاسرار انه زياره وفد من حزب اكثري، حتى ما نسمي الامور بس اني قصدي نكون فعليا حزب اكثري لحليف وزعيم تيار سياسي اكثري، اتت سريعا بعد مقابله اجراها الاخير مع صحيفه عربيه. هلا هي فعليا يعني بالتفصيل هي زياره حزب الله للجنرال عون بعد مقابلته مع صحيفه الحياه. وقبل صحيفه الحياه بعتقد 15 نهار معموله. مزبوط. اولا ثاني الموعد قبل ما تنزل الجريده، لانه كان عامل لك دعوه لهيدا للمهرجان. يعني مش مزبوط ما ورد اليوم في صحيفه المستقبل. لا ما بعرف اذا مزبوط او مش مزبوط، بس عم قبرك شو التفاصيل وانت فيك تحكم. هلا اكيد بالجو الحالي كل اجتماع او كل لقاء رح يتفسر ورح ينعطى له اهميه او ما ينعطى له وتحاليل. وانما انا رايي انه ما له علاقه بالحديث، اللقاء اللي صار امبارح ما له علاقه بالحديث. ما خصه؟ لا قبل عم لك كلهم صاروا قبل. العلاقه اليوم مع حزب الله كيف؟ منيحه في حديث، في على طول في حديث، في حكي. بتصور نحن متفقين؟ مش بتصور، انا اكيد نحن متفقين على الاستراتيجيه، متفقين على الامور يلي بتحصن لبنان. اثنيناتنا مع فكره انه يتحصن لبنان من الوضع الاقليمي. هلا امرار بتختلف انت واهلك على كيف بدك تحصن بيتك. هيدا الاهم. هلا كيف متفقين تحصنوه؟ بس كل واحد بده يحصنه بطريقته. نحن راينا ايه؟ على انه كان نروح على قانون انتخاب ونعمل انتخابات نيابيه، حتى لو ما قدرنا رحنا على قانون انتخاب. روح انتخابات نيابيه بتقدر تحصن الداخل، لانه انت بتقدر تعمل تغييرات اليوم بالبلد، وبتروح حتى انتخابات رئاسيه بمواعيدها. حزب الله كان عنده رأي أنه اليوم الأزمة كتير كبيرة، ما بده بقى يصير في غالب أو مغلوب اليوم بالانتخابات، لأنه هيدا رح تأثر على السياسة، على التفجير أو على تفجير البلد. خير شيء وصلنا على تفجير، يعني وصلنا على حافة تفجير البلد. طب نقول على تفجير البلد بواسطة هالمسجد. بس اليوم الخلاف فقط في موضوع قانون الانتخاب كان؟ لا. يحكى عن خلاف أيضا لا لا بموضوع لا. المشاركة في القتال في سوريا. كيف تحصن البلد؟ تحصين البلد ايضا. خلينا نقول نحكي عن المشاركه في سوريا. اولا من قبل نحن حذرنا انه لبنان، وعندك انا هون حكينا عن لطف لطنان وحكينا عن كذا موضوع. مزبوط. عدم يعني نقي لبنان بنفسه صح. عن الازمه السوريه وحكينا عن المهم. اثنين كنا سوا بنعرف انه يلي كان عم يصير بعرسال
او اللي عم يصير بالحدود ما بين سوريا ولبنان عم يأثر على جزء كبير من جمهور المقاومة وعلى المقاومة مباشرة. أكثر من هيك مع الأسف جيش أو ما بعرف تسميه الثوار اللي بدك يسميهم بسوريا كانوا عم يقولوا أنه نخلص سوريا وجينا عليك الحزب الله حتى قبل تدخل حزب الله. وعلى فكرة اختطاف الزوار قبل تدخل حزب الله صار ما هيك؟ صحيح مزبوط؟ كل هذه الأمور أخذت قبل تدخل حزب الله العلني إعلان حزب الله أنه لا ما كان متدخل لسنة من الأساس كانوا عم بيقولوا أنه عم بيتدخل بطريقة غير مباشرة. طب ليش كان في اتهامات للحزب بأنه عم بيتدخل إنه بس ليش أنه أعلن حزب الله أعلن حزب الله لأنه تدخل بس تدخل أعلنه. طب نحن فإذا كل هذه الأمور أخذت حزب الله لهونيك أخذته على قصير وكنا سوا صرنا نعرف هونيك. هلأ في وجهة نظر بتقول على أنه نحن كان في وجهة نظر حزب الله بتقول خي نحن ما فينا ننطرهم ببيوتنا بمنازلنا تيجي يذبحونا. في وجهة نظر تاني بتقول على أنه خي لا كنت اضطرتم تيجي على لبنان ساعتها كيف عندك شرعية التدخل. هذه النظرية تاني يوم بتحمل نقاش بيحملوا نقاش هذا النقاش اليوم هذا اللي عم ينعمل. بس هيدي مش نقطة سنوية لا هيدي نقطة أساسية. أنا ما قلت وبالتالي كيف ممكن تكون العلاقة جيدة إذا فيه النقطة على الأبناء؟ شو هالمشكل نحن حزب الله ما صرنا حزب واحد ما رح نصير حزب واحد حلف واحد نحن بحلف هذا الحلف قد يلتقي بأمور دخلك أوروبا وأمريكا عم قارن بيلتقوا عن ملفات بيختلفوا عن ملفات السعودية وأمريكا هلا متفقين على مصر بس ما عندهم وثيقة تفاهم بيناتهم السعودية لحظة بس ما عندهم وثيقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متفقين على مصر ما بعرف شو رأيك لا مش شايف أنا كل حال رح نحكي عن مصر بشكل مفصل بس ما عندهم وثيقة تفاهم بيناتهم اي شو هالمشكل ما في مشكل كل شيء قابل للتطوير انتم تتحدثون انه اتفاقكم بالاستراتيجية تعرف انت لو انه يوم بس خليني كمل انتم تتحدثون انه اتفاقكم بالاستراتيجية والخلاف على ملفات صغيرة بدي اقول لك شغله شفت لو يومتها تيار المستقبل قبل يجي يناقش ورقه التفاهم ويفوت فيها ما كنت هلا نازل في جلد بهالاسئله مش عم بجلد لا انه يعني مش عم بجلد بالمعنى خيي. مش عم بالمعنى لا عم اقول لك انتوا قلتوا اتفاقكم بالاستراتيجية وخلافكم بالملفات الصغيره اليوم هيدي نقطه استراتيجيه عم جرب اقول لك شفت شو مضيعين احنا فرص عن جد من 2005 ما بنعرف نحكم حالنا انت هلا مش عم ضيع فرص عم ضيع لي السؤال نحن ما بنعرف والله نحكم حالنا عم ضيع لي السؤال مش عم ضيع الفرصه انا عم اقول لك بهذا الموضوع حتى تيار الوطن الحر بيلاقي مبرر لحزب الله بالتدخل في سوريا لقيت لك جواب وهذا او قلت لك جواب وهذا الجواب بس خلاف استراتيجي لا بيلاقي له مبرر بالتدخل طبيعي الحزب عم يلاقي مبرر الحزب التيار الوطن الحر بيلاقي له مبرر لحزب الله بالتدخل في سوريا لقى له ولا بده يلاقي له لقى له مبرر يوم مبرر حكيها الجنرال اكثر من مره اوكي الى جاد غصن الذي اصبح جاهزا مش جاهز أوكي. مش جاهز جاد غصن بمجلس النواب بعد لنعرف منه تفاصيل تأجيل الجلسة خصوصا أنه أستاذ محمد بلوط قال أنه أرجئت الجلسة إلى 23 من أيلول لعدم اكتمال النصاب بس لفت أنه الرئيس بري ما نزل عارف ملكته حاضرين إلى جاد غصن جاد صباح الخير صباح الخير مالك لك ولضيفك كيف هي الأجواء لديكم في مجلس النواب رسميا إلى متى تأجلت الجلسة مواقف النواب الذين حضروا إلى ساحة النجم اليوم نعم مالك رسميا تأكد التأجيل لغاية 23 من أيلول المقبل الجلسة النيابية المقبلة وفي سيناريو مكرر تأجلت الجلسة اليوم بعد غياب أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي طبعا الجديد ربما يكون بعد هو التأجيل الرابع الجديد هو أن التأجيل الأخير كان في 29 من شهر تموز قبل التمديد لقائد الجيش وذلك أجبرنا أن نقوم بسلسلة اتصالات مع نواب التيار الوطني الحر تحديدا الذين غابوا عن هذه الجلسة بعدما كان موقفهم الأولي هو رفض الحضور إلى الجلسة في وجود هذا البند أكدوا لنا أنهم لا يختبئون وراء إصبعهم في هذا الموضوع هناك خلاف سياسي هم يشهرونه إلى العلن ولكن أيضا هناك خلاف نظامي حول آلية تحديد
تثبيت جدول الأعمال والبنود الموجودة على جدول الأعمال حاليا، والخلاف ليس دستوري، فهم يقرون بدستورية الجلسة المدعو لها. إلى ذلك موقف كتلة الوفاء للمقاومة من هذا الأمر خفف من أهمية هذا الخلاف، وقالوا أن هناك ربما قلة مروة كما قال لنا أحد النواب، فهم نواب التكتل يعلمون أن الجلسة هي لا يتوفر فيها النصاب، ولذلك قللوا مروة، وهذا هو التعبير الذي استخدمه أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة. وإلى ذلك المواقف توزعت على هذا الأساس، والمشهد أصبح إذن مكررا. وإذن ننتظر الآن بقية التصاريح النيابية التي يقوم بها النواب الذين حضروا لهنا، وأبرزهم طبعا كتلة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ونواب المردة، هم أبرز النواب الذين حضروا وأكدوا على ضرورة أن يتوحد اللبنانيين. هون كنت بدي أسألك إيه على أبرز المواقف، يعني اليوم على ماذا استندت تبريرات النواب اللي حضروا للجلسة؟ طبعا كتلة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير هم أساسا مع هذه الجلسة، كنا نرتقب موقف كتلة المردة تحديدا الذين علاقتهم بالتكتل الآن عليها علامات استفهام. فكانت هناك كلمة للنائب أنطوان استفان دواهي عفوا الذي قال أنه يدعو الجميع بعد التفجيرات والحوادث الأمنية الأخيرة التي حصلت إلى الحضور والتوحد، فالآن ليس وقت لهذه المناكفات، هذه دعوته الأساسية. وتم سؤاله تكرارا عن علاقته بالتيار الوطني الحر كتيار مردة، وأكد أن دعوة موجهة للجميع ورفض الحديث تحديدا عن التيار الوطني الحر، بل أكد أن الدعوة موجهة للجميع والتيار الوطني الحر من ضمنهم إلى الحضور للمجلس. فالوقت الآن لا يسمح لهذه الخلافات، داعيا إلى أن يفتح المجلس النيابي في حالة طوارئ بجلسات استثنائية دائمة، ليكون هو منبر الحوار الدائم في هذه الحالة الاستثنائية التي يمر فيها البلد. هذه أبرز المواقف هنا مالك. شكرا لك جاد غصن، سنعود إليك في حال ورود أي جديد من مجلس النواب حول موضوع الجلسة التشريعية التي تأجلت للمرة الرابعة. وبحسب المعلومات أنه التأجيل بحسب ما قال جاد أنه التأجيل بقي مثل ما هو، يعني نفس جدول الأعمال، بالتالي الجلسة الجاية كمان رح تتأجل. وخلص الصيفية فتنا بتشيرين بركي بطل والمروة مثلا بركي بصير عندكم مروة تحضروا بركي كتيار وطني حر كل النواب. لا عم بيقولوا قلة مروة، لا لأنه أساس أنه ما في نصاب، لأنه أساس ما في نصاب ما مش مشكلة كله بين حال. الخلاف سياسي، ليس سياسي فقط وإنما نظامي حول تحديد آلية جدول الأعمال، هذا ما نقل عن تيار الوطني الحر أو عن أحد نواب تيار الوطني الحر نقلوا جد. لا كيف؟ إنه في مشاريع ونين ما عم تنحط على الجلسة، يعني عم تقرب دستورية إيه طبيعي، هيدا مش رح نختلف عليه، عم تقرب دستورية الجلسة، عم نقول إنه كمان ما طريقة اختيار القوانين اللي تطرح على الجلسة كمان في عليها عليه استفهام، وبعتقد هذا بده توافق ما بين كل الأطراف وكمان يمشي الحال بالموضوع. لا أرجع لننهي الملف الأساسي اللي كنا عم نحكي فيه، لأنه بعد الفاصل الإعلاني بدي أحكي عن تشكيل الحكومة، عن تفجير الضاحية، عن بعض الملفات الداخلية، بموضوع اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو عقد جديد، حتى ما أقول اتفاق جديد، عقد جديد في لبنان بين الأفرقاء يرتكز على كيف يطبق اتفاق طائف ووقف ارتباط لبنان بالخارج ووقف تبعية بعض الأفراد للخارج. موضوع نائب النفس أنتوا معه اليوم؟ نائب النفس بس مش النائب النفس عن الحدود اللبنانية، فرق كبير. لا شو هاي حدودك، يعني أنه اليوم أنت كمان ما فيك تترك العيلة تفوتوا على البلد مين مكان وشو مكان، انت اليوم عليك تنقى بنفسك، معناتها انت ما انت مالك تغذي في سوريا، انت عليك تدعو للحوار في سوريا، وهذا الدعاء للحوار منه شيء فولكلوري، اللي عم يصير بسوريا شئنا ام ابينا في حال تطور الفوضى في سوريا رح تنتقل للبنان وللاردن ولتركيا للعراق من تقلد، وبالتالي انت من مصلحتك الوطنيه يروح تروح سوريا على الحوار، حوار مباشر ما بين الأفراد. إيه بس عم بحكي أنا بالداخل اللبناني. إذا كيف بيصير؟ بيصير إنه أنت اليوم ما تكون إذا بدك طرف في الصراع، أنت بدك تكون. طب ليك في سؤال، ما في أسئلة بتنطرح اليوم عن جد هيك، إنه كيف تحول من صراع سلمي إلى صراع عسكري وليه تحول؟ وهي أولا سؤال هذا بينطرح بده بحث. اثنين، في استنكارات انا ما عم بسمعها، مثلا ما عم بسمع استنكارات على خطف المطرانين، ما حدا بقى يحكي فيهم كانوا مش موجودين،
لك حتى الطوائف المسيحية ما عم تحكي فيهم. هذا سؤال والله عم بطرحه كمواطن عادي ما قاله عليه على طول بفكر فيه. رح احكي عن هذا اكثر من هيك. طب امبارح كان في مذبحه لناس طالعين من عيد السيده بمرمريتنا، ناس معطرين ما قالوا عليها. ما شفت حدا حكي بهذا الموضوع. مين بدك يحكي؟ بدي انا مين بدي اللي كانوا داعمين هالصوار، بدي اللي داعمين هادو عاسسنا هدو جيبين ديمقراطيه وجيبين الحل لسوريا. انا ما بدي اسالهم، ما بحق اللي بتخون اذا بسالهم. مش بتخون اذا بسالهم، يوم 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 اللي سالوكم عن عن, عن 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 المجازر اللي كانت عم تصير للاطفال خونتوا؟ لا ابدا ابدا. ولو نسينا الجنرال التنين والخميس، هذا غير موضوع. لا ما قال عليه ايام ما كانت، ايام ما كانت الثوره مش مسلحه، ايام ما كانت بوقتها بعدها مش مسلحه، وما كان في ارهاب وما كان في قاعده وما كان في كل شيء على راسي وعلى راسي. ايام ما كانوا ناس عم ينزلوا على الارض التنين وخميس. تنشط لك ذكرتك صحيح، وانما كان في ناس عم يقولوا بحظيران بده يسقط النظام، وكان الجنرال عم يقول الثلاثه ما في شيء بخلص. باول مره الجنرال قال وبعده لهلا ملو حوار سوري سوري، ما تخلوا الخارج يفوت عليكم، وما سوريا تستمر مطلوب فيها اصلاحات. فايق لهم ها وفايق للتنين والخميس. يا اخي عم خبرك بس كمان انتم فايقين للتنين والخميس. شو كان يقول التنين عليها. بتخلص ما لها علاقه بهذا الموضوع. شو ما لها علاقه؟ شو ما لها علاقه؟ ما انت عم تفوتني موضوع تاني. مش عم فوتك بموضوع تاني. انا عم بسال يوم اللي بيطلع الجنرال من على المنبر الرابي بعد اجتماع تكتل وتغيير سالتك عن موضوع سوريا التنين بيخلص. سالتك سالتك لا لا عم نحكي عن استنكار مدابح صارت لمدنية، نطيت لي على غير موضوع بالسياسي. مش بدك بالسياسي لا، حتى بالحتى هذا بالسياسي حقك. انتوا اليوم عم تطلبوا، انتوا اليوم عم تطلبوا من فريق انه يستنكر اللي صار، بيقول انه بس تخلص بسوريا رح تعمل الديمقراطيه بسوريا وبلبنان. خبرنا كيف بدك اليوم هيدا الفريق كمان بيوم من الايام لما انتوا ما عم تقول لي كيف بدك تعم. شو ما عم تقول لي كيف بدك تعم يا خيب؟ ليه عم تفوت؟ ليه عم ضيع الملفات؟ انتوا طالبين من فريق يستنكر اللي صار بسوريا اليوم، مزبوط؟ مزبوط. طيب يوم اللي يوم اللي عرضوا صور مجازر لاطفال وقصف طال مدنيين ونسوان واولاد، استنكرتوا انتوا؟ لا ما استنكرت. انا عندك عم بستنكر. انت عم تستنكر بس بيوم ما استنكر الجنرال، بيوم قال الجنرال الخميس بتخلص. مزبوط، ما كان يوم بدك انت عم تقول بعد السلمية. ايه كان بعد السلمية. كيف يعني؟ كان النظام يوم وطلع بالطيران قصف المواطن. لا انه ما فهمت عم تقول كان بعدها سلميه، بعد اكيد سلمية كان عم يقبل المعارضه. بس شو كان عم يقول الجنرال؟ ايه؟ كان عم يقول كانوا عم يعرضوا صور اطفال ونسوان. بس سؤال، شو طلع قال الجنرال؟ قال الخميس بتخلص. حرام حرام ما استنكر. حرام بس ضيع المشاهدين. كان عم يقول بالسياسي ما بيصير في حل الا اذا قعد المعارضه مع النظام ولاقوا حل اصلاحي لسوريا، وهذا الحل يجب ان يطرح. هذا كان عم يقوله. كان عم يقول الحل الخميس بيجي. كان هذا عم يقوله. كيف ناس عم بيقول، كيف ناس عم بيقولوا كيف، ولكن عم بيقول طاوله الحوار، كيف ناس عم بيقولوا الاربعه بده يسقط النظام، والجنرال كان يقول الخميس بيخلص النظام، بيخلص النظام الاربعه كان بده يسقط النظام. ليش عم تعلق هالنقطه؟ هاي النقطه اساسيه جوهريه. لا بجوهريه، هاي جوهريه. اوعدك بجوهريه، جوهريه. اليوم عم تطلبوا من الناس تستنكر بوقت اللي هن كانوا عم بيقولوا نحن عم نندبح ما استنكرتوا. مش مزبوط، انتوا وقفتوا طرف مع النظام. مش مزبوط، كيف مش مزبوط؟ نحن وقفنا الطرف ضد الفوضى، في فرق كبير. هاي فوضى، هيدي ثوره بسوريا. برجع بقول لك لما بيطلع الجنرال بيقول باول المعركه هيدي ثوره بسوريا اليوم. مش عم بحكي على اليوم انا. ليش انا عم برجع اذكرك اليوم انتم لما عم تطلبوا من الناس تستنكر اللي عم بيصير بسوريا اليوم. انتم لما بلشت اول شيء المعركه مواجهه النظام مع الناس، التظاهرات اللي كانت عم تنزل على الارض، وكان في كان في ناس عم بتموت، وقتها طلبوا منكم تستنكروا. خليني اقول لك استنكرتوا ولا طلع قال الجنرال رح تخلص. خليني اقول لك. لا عم بقول لك شو قال. بديش ارجع ما راح ارجع عيد، بس بدي اسالك سؤال وجاوبني عليه. هيدا اللي عم يصير بسوريا او اللي صار بمصر او اللي صار بليبيا، هودي شو تحت اي اطار؟ نحن بدنا نحلل. جاوبتني على السؤال بسؤال. لا تحت، انا بدي حل انا وياه. جاوبتني على السؤال. هيدي ثوره سلميه اما ثوره اما فوضى، نقل المنطقه الى فوضى. انا عم برجع يا اخي جاوبني. ما بدي جاوبك، مش مفروض انا جاوبك. بلا مفروض. المطلوب انا سالتك سؤال جاوبني عليه. انا عم جاوبك. يوم اللي بلشت الثوره بين درعا. الخوف الكبير، خليني اقول لك، خليني جاوبك، رح جاوبك بدون ما تفوت. رح جاوبك. الخوف الكبير يومتها واليوم وبكره انه تروح سوريا على الفوضى، وهذا رح يأثر على لبنان وبشكل خاص على العيش المشترك في لبنان، وبالأخص على صراع السلطة ما بين السنة والشيعة، وبيروح اللبنانيين فرق عملة. نقطة.
كان شايفها الجنرال من وقت. انت ما كنت شايفها، انت خبرتنا عنها كمان. بعد الفاصل الاعلاني بدنا نكمل بموضوع الحكومه موضوع تفجير الضاحيه وملفات اخرى في الداخل اللبناني. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي القيادي في التيار الوطني الحر سيد أنطوان نصر الله. سيد أنطوان، بموضوع الحكومة اليوم، لا بعرف من الأساس قلت أنه كل الملفات مرتبطة ببعضها والمطلوب إعادة هيكلة هذه الدولة، بس اليوم نحن في حالة فراغ في السلطة التنفيذية. حكومة تصريف الأعمال مقيدة جدا، تصريف الأعمال بمعنى تصريف الأعمال الضيق، أنجا عم تقدر تسيسر أمور الوزارات، وكل فترة بيطلع حديث عن مشكلة أكان بالمالية، رجعنا فيها وزير المال، بيرجع وزارات مش عم تقدر تأمن تمويل، يعني تصريف الأعمال بمعنى الضيق جدا جدا جدا، والبلد ما بعرف إذا بيحمل بعد فترة تصريف أعمال. لا أكيد أكيد البلد ما بيحمل تصريف أعمال، ونحن بحاجة لحكومة. بس خلينا عشان نحكي الشروط بتشكيل الحكومة. يعني اليوم إنه لما نائب وليد جنبلاط بودي وفد على السعودية تجاري، بيقول على إنه فهموني بشكل يوم بأحد عناوين الصحف تتفهموني، معناته إنه هذه الحكومة التي يريد البعض أن يشكلها منا حكومة تقدر تقوم بكل الواجبات تبعولها. خلينا نطرح سيناريوهات الحكومات اللي عم تنطرح ونقول لوين بتاخد حكومة شو حياديين، إنه بالأمن شو فيها تعمل حكومة حياديين. تقول المعلومات أنه اليوم بإحدى الصحف مقالة تتحدث عن أنه الرئيس تمام سلام كان قد أعد حكومة أقطاب من 10 وزراء، ولكن في آخر لحظة فرملت هذه الحكومة. أقطاب يعني بتمثل كل اللبناني. صحيح، تمت فرملتها. أنا معه. تمت فرملتها وعاد الحديث إلى 3 ثمانات. أنا معه. إذا بدنا نعمل حكومة أقطاب مش يعني 10 وزراء، طاولة الحوار تصير هي حكومة، أوكي ما في مشكلة. اثنين، طب خلينا نكمل الأمور، إنه اليوم حكومة حياديين شو فيها تعمل اليوم بالموضوع الأمني أو بالموضوع السوري أو بالموضوع الاجتماعي أو بالموضوع البترول أو كل هالمواضيع، شو فيها تعمل؟ فيها تعمل شيء. حكومة أقطاب أنجت تهدي البلد. اثنين، حكومة دون حزب الله، ما بعرف مين بيقبل بعد بهالمغامرة، حكومة دون فئة كبيرة اليوم من اللبنانيين الموجودين. ثلاثة، حكومة مستقلين إذا غير حياديين، مستقلين، عرفت كيف؟ طيب حكومة مستقلين بتكون برئاسة الرئيس سليم، مع احترامنا له ومحبتنا له، بتجيب شخصية بالفعل مستقلة. تمام سلام لا يعني لكم الاستقلالية؟ لا، هو نازل عليه 14 أضرار وبالنيابة، وطلع هذه اللائحة وأعلن ترشيحه من بيت الوسط وما إلى ذلك، مش معناته أنه الشخص ما عنده تميز بين، ما مش هون الفكره. كيف قبلتم الرئيس نجيب ميقاتي اللي كان جزء من 14 اذار؟ هو قبل بكره. هو قبل بشو؟ شو كان؟ ما هو كان ممثل 14 اذار بحكومته. طيب وقبلتوا فيه بحكومه؟ لانه هذيك ما اجوا شاركوا. طيب فرق. طيب اليوم انتم يقولون انه انتم ما عم تقبلوا تشاركوا، انتم برايكم مش لهم حق يعملوا حكومه؟ لا. يعملوا اذا فيهم يعملوا، بس انت لما تقول انت بستعد تشارك اليوم بحكومه، هن من يومتها رفضوا المشاركه في تلك الحكومه. هذا واحد. اثنين، خلينا نكمل بالامور الثانيه. فاذا اليوم بضل في عندنا حكومه بالفعل بتمثل القوى السياسيه في مجلس النواب، طيب مش هيك؟ وتتعاون مع مجلس النواب نقطع هذه الفتره، تعال نروح على الحكومه وبنحكي ساعتها بالاسماء وبنحكي بالشكل وبنحكي بالطريقه وبنحكي بشو بعرفني بشو، بس خلينا نتفق على هذا الجوهر. وهذا الجوهر غير متفقين عليه بسبب اليوم، نحكي الأم هيك بكل بساطة، بسبب اليوم عدم قرار خارجي بالملف اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية ما بدها تسمع بالملف اللبناني، ما بدها، بكفيها ملفات إيران وسوريا والعراق وليبيا ومصر. خلينا نكمل. بما أنه عم نحكي الأمور بصراحة، اليوم من يؤخر برأيكم تشكيل هذه الحكومة؟ يلي عم يقول للرئيس المكلف أنه شكل حكومة من حزب الله، يلي عم يقول هيدي الفكرة ويلي ضغط على أوروبا تتحط حزب الله بلائحة الإرهاب، هاودي معناتها مين هيدا؟ مين هيدا الفريق؟ مش أنا وياك، مش قاعد على الطاولة. هلا إذا بدنا نعمل لا لا، كلمات متقاطعة، دول الخليج هي اللي عم تطلب وهذا الكلام يشكل حكومه بلا وهذا الكلام منه كلام بلا حزب الله، هذا الكلام منه كلام عدائي لحدا، هذا كلام واقعي.
وهذا كلام بعتقد يوما ما رح يطلعوا هن يقولوه. وبس يصير في التفاهم سوري ايراني سعودي ايراني رح تنحل بلبنان مع الاسف. كلها مرهونه بهيدا الشيء. ما قبل سين سين هلا سين الف، ونحن وياك برات اللعبه كلها. هيدا اللي بزعلك، هيدا عم جرب كنت عم بقوله باول حلقه بموضوع تفجير الضاحيه. نعم، اليوم بعد التعازي والتحية لكل من سقط في هذا التفجير أكان شهداء أم جرحى، شو موقفكم؟ أكيد على استنكار وهذا عن جد، أنه قد ما صرت تشوف كيف العالم يستنكر بتقول أنه خلص مش لازم أستنكر. أكيد الوضع بلبنان دقيق جدا وبيتطلب أقصى تعاون بين الأجهزة الأمنية وأقصى ضبط الحدود. مش بس نحن عم نعاني من ضبط الحدود، مصر عم تعاني كمان. مش هيك؟ الأردن عم يعاني، اليوم الأردن عم يبكي بضبط الحدود. إذا أنا ضبط الحدود ما كون موجه ضد حدا. هي حدودك آخر شيء. حقك تعرف كل واحد بفوت على لبنان مين ما كان شو ما كان جنسيته. أوكي. بتطلب كمان غطاء سياسي إضافي لها عبر تشكيل الحكومة. حكومة وحدة وطنية، حكومة تمثل كل اللبنانيين، وحكومة فيها تقدر تاخذ قرارات أمنية وقرارات إدارية أمنية. بس امنيه اداريه. طيب بس اليوم الامن لايمتى بده يضل البلد هيك حفله جنون؟ اكيد في العالم خايفين. ومن يتحمل مسؤوليه هيدي الحفله جنون اللي عايشينها بالبلد؟ بنبلش بالسياسيين، تنافس الاجهزه الامنيه، الاعلام والناس. لحقنا طرطوش يعني. اكيد اكيد. طيب اشرح لي اياهم. مين سياسيين بعدهم؟ لانه مش عم يقدروا شكل حكومه كثير بتعطي استقرار بالبلد. لو في حكومة ما كان صار انفجار الرويس مثلا؟ لو صار كان عم بحكي كيف. انت بتعرف بالأمن في شيء سابق، ما في حدا يعني بالرغم من كل عظمة أمريكا صار فيها بيصير فيها تفجير. صحيح عم نحكي الفكرة، بس ان انت كيف تقدر اليوم تسيطر على هذا الموضوع؟ كيف تقدر تخلق جو جو من الراحة؟ مزبوط. اليوم العالم رح تجن العالم. مزبوط. كل نص ساعة في سيارة. فإذا لو كان فينا حكومة فيشي. لو كنا حكومة شكراً. كان هذه الأمور ريحت رخت. كيف يا ريت تشرح هذا الجو المتشنج بين الأفرقاء في لبنان نتيجة عدم تشكيل الحكومة عم يتأثر فيه الشارع وعم يروح على الجنون اللي حضرتك عم تحكي عنه، وكمان عم يساعد بالفلتين بعد الفلتين. ليك على شيء خلينا نحكي هيك نقطة صغيرة. ظاهرة أحمد الأسير لو تم السيطرة عليها تم القضاء عليها من قبل قديش كانت ريحتنا وريحت وما خسرنا شهداء بالجيش وريحت صيدا. فيك تقول لي لو صيدا كان في احمد الاسير بالعيد شو كان صار فيها؟ انت عملت ريبورتاج بعتقد صيدا في العيد من دون احمد الاسير قديش احلى. نفس الشيء بالامن، امن اكبر خلينا نكبره. هيدي الحاله اللي اسمها احمد الاسير لك انه كيف بطرابلس مدينتك ومدينتنا. هناك من يقول لا خليني كمل. لا قبل ما تكمل، هناك من يقول هذه الحالة هي نتيجة حالة أخرى. شو هي؟ مش وليدة يوم. شو هي؟ حالة سلاح حزب. مش مزبوط، مش مزبوط هذا الكلام أبدا أصلا. يعني اللي كان عم يقوي حزب الله بالسياسة هو طيال المستقبل. بديش ما تدخلنيش بهذا الملف، ما تدخلنيش بهذا الموضوع. مدينتك ومدينتنا كنا سوا اللي هي طرابلس لو فيها قرار سياسي أمني بالقضاء على 3.5% من يلي عم يروعوا كل المدينة، قديش كنت ارتحتوا؟ قديش كنا ارتحنا؟ من يمنع هذا القرار الأمني؟ عم أقول لك عدم توافق سياسي. هول عديتهم وراء بعض. طيب هلا الحكومة هي نتيجة إذا شكلنا حكومة يعني صار في توافق سياسي بكل الملفات؟ لا، نتيجة توافق سياسي عريض بحماية البلد. ما رح يصير في توافق، نحن بلبنان بصير في توافق بكل الملفات. مش معنى نحكي على بعض، مش ضروري يصير. هي واحد، اثنين الأمني، الأجهزة الأمنية. انه انا مش قلت انه مذهبت الاجهزه الامنيه قضى عليه، النائب وليد جنبلاط كل العالم عم يشكي بهذا الموضوع. في اجهزه امنيه ناس بيسقوا فيها، في اجهزه امنيه ناس ثانيه ما بيسقوا فيها. مع الاسف لك وين وصلنا من 2005 لليوم. خلينا نكمل. ثالث شيء مين قلنا؟ الاعلام. لا بعدنا بالسياسيين. لا رحت على الامن. الاجهزه الامنيه حكينا على الاجهزه الامنيه. بس انه هذه الاجهزه الامنيه اليوم كمان متهمه. ما عم اقول لك، عم اقول لك متهمه بالمذهبيه. ما بحكي بالسياسه. لا ما هيدا عم بقوله. انا عم بقول النائب وليد جنبلاط ايه لامبارح. ونحن مع الاسف لو الغطاء السياسي يعني لو الشغل السياسي موجود، لو الارضيه السياسيه موجوده، نحن كنا هيدي الاجهزه على راسنا وعيننا ما فيها تعمل كل اللي بدها اياه. ومطلوب منا تعمل بدها اياه، مطلوب منا كلها سوا تتعاون مع بعض وتنسق مع بعض. وكان في طرح بمجلس النواب كنا عم نحكي ذيك الساعه عن انشاء لجنه
نيابية للتنسيق ما بين هذه الأجهزة مثل ما عم بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية. بتعرف أنه أحد أسباب بيقولوا تفجيرات الولايات المتحدة الأمريكية الشهيرة هو عدم تنسيق الأجهزة فيما بينهم. نعمل مركز تنسيق مش على قاعدة شو اسمه هيدا الدفاع الأعلى، مجلس الدفاع الأعلى الفولكلوري اللي بيعملوه بيجوا بيتصوروا دايما بياناته أبقيت سرية. كل شيء أبقى سرية، هذه البيانات سرية خي حقهم، بس أنه هذا الفولكلور ما حقهم بيشو شو عم يعمل مجلس الدفاع الأعلى. إذا جهاز لك بدي أسألك سؤال، إذا أحد رؤساء الأجهزة الأمنية بيعرف معلومة بيجي يخبر قدام السياسيين ما بتوصل لكل العالم أساسا. كيف توصل له المعلومة؟ مش من السياسيين، لا بالقلب يعني، لا بالقلب. إذا بيعرف إنه في محل بده واحد بده يفجر وفي شبكة في يتحرك بلا موافقة سياسية بلا غطاء سياسي، بس إذا بيقولها بهيك اجتماع كل العالم بصير بيعرف، بس قادر يتحرك بلا غطاء سياسي، ما عم خبرك بخبر يمكن لحدا واحد بس بخبر قدام مجموعة. مهم، فإذا هيدا تاني شيء. تالت شيء نسيناه هون معلش إذا بتسمح لي، هو القضاء. إيه لو نحن عم نحاسب من أيام الضنية ونزول وعميم مكان بس ما تقول لي هلا هون وهلا هون، كمان في ناس القضاء بخوف. الأحكام القضائية إلى هدف ردع المجتمع. رابع شيء، ليه ما بلشنا بحملة حتى ما أقول هون وهون وهون. ليه ما بلشنا بحملة تنظيف القضاء إذا أنتم شايفينه هيك؟ والله أنا بعتقد اللي عم يعمل وزير العدل بالإمكانيات اللي عنده وبال بيسمح له إياه القانون كثير كبير. عم بحكي أنا هون كمحامي هلا. إيه؟ ممكن يكون احسن واقوى. إيه؟ بس كمان بده جو سياسي يعني على هالأساس كمان. إيه؟ كمان وزراء العدل السابقين ما كثير بيتحملوا مسؤولية، ما اشتغلوا كثير. اي بس كمان اذا عم تقول بالجو السياسي الضاغط بالامكانيات اللي عنده، لا ما كان عنده امكانيات اكثر. ما بعتقد تحول قضاه. إيه؟ على المجلس التاديبي هالقد، ما بعتقد صار في تحديث بهذا الموضوع هالقد، وانا ما بعرف شو في اشياء بدها شوية وقت وبتظهر. رحنا فاز على القضاء. الاعلام لا قبل بما انه عم تقول ما بالقضاء. ايه ريت صحيفه الاخبار من 3 ايام عن أي ملف؟ عن موضوع القضاة والرشاوة والما أكبر ملف قد حقه وكيف مفتاحه. مع الأسف بغض النظر عن المعلومات الصحيحة أو مش صحيحة، الإشاعة بحد ذاتها يلي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة بتدل على نحن المقزق القضائي اللي فيه وقداش في قضاة أوادم صحيح هم جريرة هذا القول. مثل ما في عندك موظفين بالدولة أوادم وما بياخذوا ليرة وبيقوموا بواجباتهم كاملة صحيح، كمان وهن اكثر بكثير يمكن يكونوا من المرتشين. هذا جرير اليوم بكل اسف في شيء موجود. رح نرجع على السياسي. لما منروح بالسياسي بالعمق ولما القاضي بيقبل انه يكون قاضي مش موظف، هذيك الامور بتروح. انا هذا دعوه القضاة تكون قضاة. انتم سلطه، في ثلاث سلطات بلبنان مش هيك؟ مش هيك درسونا بالدوزيان بلشنا ندرسها. ثلاث سلطات السلطة القضائية. يعني أنت مثل رئيس مجلس نواب، مثل مجلس نواب، مثل الحكومة، ما بيستدعوك لعندهم. من يسيس هذا الموضوع اليوم؟ الوضع بلبنان من سنة قبل 92 تسيس. أنتم ما عم تسيسوا هذا الموضوع؟ لا أبدا. موضوع القضائي أبدا أبدا أبدا. ورح أقول لك شغلي ولا العسكري. ليك رح أقول لك شغلي وبدك بعطيك. نحن بالمناطق أقله عم بحكي اللي فيها نواب وفيها إلا وجود. اسأل القضاة، روح اسألهم يقول لك قديش مرتاحين اذا نعمل تدخلي. قديه تاخر؟ اسألهم. لحظه ما بدي اسال القضاء. اوكي اليوم ليه ما عم يتعين رئيس؟ بصير في حكومه. ما بدي حكومه. عرفت شو بدي اسالك. شو ما كان بصير في حتى ايام ما كان في حكومه. مع الاسف هاي من المشاكل نحن عانينا. مين اللي سيس القضاء فاذا بشو؟ مين اللي شارك بالسياسه؟ القضاء عم تحكي عن شو؟ عن مدعم تمييز تعين طلع التقيع وكيف شو في مشكلة في حكومة. أوكي. ورئيس مجلس القضاء الأعلى في لا في اختلاف بوجهات النظر حول الموضوع رجع تم التوافق. مش انتبه ما له علاقة هيدا الشخص اللي كان مطروح منه طيار، وأنا عم خبرك بغض النظر منه تيار. ألم يكن صراع العناد ميشيل سليمان والعناد ميشيل عون حول رؤيتك للقضاء؟ أنت اليوم بدك قضاء بس ملا. مش تسييس هيدا؟ هيدا القاضي، هيدا القاضي أنتوا اللي بتعينوه أو رئيس الجمهورية بعينه أم كفاءته اللي بتعينه؟ كفاءته. طيب على أي أساس اعترضتوا؟ نحن عمين عمين عم تحكي؟ أنتوا اللي بتحددوا معيار الكفاءة؟ لا أكيد. مين بيحدد لك؟ يوم الخلاف مين بيحدد؟ قد إيه أخر مجلس القضاء؟ بس سؤال مين بيحدد؟ الطبقة السياسية أم المهنية؟ مهنية مش هيك؟ سألني بالمهني. شو؟ سأل بالمهني. برجع بحولك على الاستقصاء عنده وسأل بالمهني عندكم وسأل. شو بدي اسال بالمهني؟ اللي كنا طرحينه اللي كنتوا طرحينه انتوا عرضتوا انتوا دخلتوا انتوا سيستوا هذا الموضوع. لا مش مزبوط مش مزبوط.
لا 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 عم نختلف هلا انا وياك على جنس الملائكه صرنا. لا لا خليني بس تنهي الموضوع. استثنوني ما بدي انهي الموضوع. انتم عم تقولوا القضاء مسيس وانتم ملائكه، انتم مش عم تسيسوا القضاء. اعطيتك مثلا مجلس القضاء الاعلى مين اخر تعيين؟ ما رح ارد رح ارد المجلس الدستوري حتى المجلس الدستوري اليوم يوم اللي بيكون في قضيه لصالحكم بيكون بجنن المجلس الدستوري. نحن وين طرحنا يوم اللي بياخر موضوع بصير مسيس؟ لا نحن وين انه شو اخذ لمصلحتنا؟ ما فهمت، ما بعرف، ما بالسابق ما عندي انا شيء مجلس دستوري اخذ شيء قضيه لصالحنا. بس خليني احكيك عن مجلس القضاء. بالمجلس القضاء نحن جينا طرحنا اسم، فخيمه رئيس الجمهوريه طرح اسم ثاني، صار في وهذا بتصير بالسياسه بشكل. هلا الاسم اللي طرحني هل هو مؤهل ام لا؟ انا عم اقول لك مؤهل 100%. برايكم؟ مش برأينا خي، برأي مش خي، برأيكم انتم طرف سياسي خي، منكم انتم الدولة كلها ومنكم انتم الشارع كله. بس انت مش برأيك، انت مش عم تحكي على المعايير. ايه روح شوف المعايير. طب من ليه انتم ناقشني بعد المعايير يا خي؟ مش انا معايير الموضوعية، معايير حطتها القضاء، معايير حطتها الإدارة، معايير حطتها مجلس الخدمة المدنية. حيلا معيار طبقوا على اللي نحن سميناه. إذا ما عندوش هالمعايير تعال قل لي، تعال ناقشني، تعال مود بدك مع اذا وزير القضاء اذا وزير العدل طرف سياسي، من يحدد هذه المعايير؟ خلا خبرك بس تطرح اسم، اذا ما عندوش هالمعايير تعال قل لي. ليه عرضوا رئيس الجمهوريه؟ إذن؟ بدك تسال فخامه الرئيس، ما تسالنيش لالي. ليش هي بس قصدي تعال، ليش قدرنا عيننا حدا؟ ليش كل خلاف بس يصير عند المسيحيه؟ هذا السؤال كمان بينطرح من ضمن من ضمن تعديل الطائف. بدك اكثر من هيك؟ خلينا نكمل. فاذا رابع شيء الاعلامي، رابع شيء الاعلام. ايه تفضل. اكيد الاعلام عم يقوم بواجباته، بس ما انما في فرق ما بين المعلومه الاكيد يلي اكيد عم تاكدوا منه، وفرق بين الاشاعه وخبريه اولاد الجيران وخبريه شو بعرفني شو. هيدي كمان بتعمل ارباك اليوم بالعالم، والنقل المباشر يلي وين ما كانوا كيف ما كانوا شو ما كان. وانا بعرف انه انتم بدك تقولي نحن ما لنا علاقه، نحن عم ننقل الواقع. ايه بس انا اكيد انه من ضمن نقد الواقع في فرق بالكلمات وبالاحرف والتوجيه وبطريقه طرح السؤال والخطاب السياسي اللي نحن اول شيء يا مالك. يا مالك انا حطيته بالاول. مزبوط. اول المتهمين ان السياسيين. فاذا بنبلش من راس الهرم. ما انا بلش من فوق يا عم. خلص وصلني حقي. اخر شيء الناس وصلني حقي. خليني اكمل لك. الناس يلي انا وياك منهم، نحن ما عندنا ثقه بمؤسساتنا وعندنا مرض الشك، صار نضل خايفين من كل شيء. نحن لهون انتهى وقت حلقتنا. انا بدي اتشكر حضورك معنا القيادي في التيار الوطني الحر استاذ انطوان نصر الله. اهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج. شكرا. وهذه الحلقه، وعلى امل اللقاء القريب في حلقات مقبله لمزيد من القراءه في الملفات ان شاء الله بتكون ملفات سياسيه مش امنيه. يا ريت. شكرا لك. مشاهدينا نقعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمه بيروت. حتى ذلك الحين الى اللقاء.